بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين مع إدارة سوق بنها المعلم محمود صاحب سوق بنها الحاج يوسف أبو حامد. ازيك يا معلم محمود؟ عامل ايه؟ كيلو اللحمة بكام عندك النهاردة؟ 250 بس ان شاء الله. ب 250 لحمة الأرض كيلو. لحم بقر صغير ب 250. عنوانك؟ عنوان الشرق بنها شارع كلية التجارة. بنها شارع كلية التجارة. رقم تليفونك؟ رقم حط المية. تليفون 010 6 51 54 54 54 54 44 8 44 8. رقم المحل؟ رقم محل 013 30 32 37 1. الصلاة على النبي، اللهم صل وبارك على محمد. يعني كيلو اللحم ب 250 ان شاء الله، ودي لحمه صغيره ان شاء الله. خير يا باشا، لحمه ابيض تفاحه. اللهم صل على النبي. اهلا بالالوبيه كلها منوره. طب الكبده بكام؟ الكبده ب 300. والمخاصي عشان ما حدش يزعل من المخاصي. المخاصي بيديها هديه للزبون. هديه للزبون. هديه للمخاصي. ما تزعلش يا مخاصي، في لعب في مخاصي لك هنا. المخاصي ببلاش. ببلاش. المخاصي هديه ان شاء الله. والكفته. بقر صغير يا باشا، الكفته ب 240. ب 240. يا جماعه كل حاجه امام حضراتكم على الطبيعه، ودي عجول صغيره. بتذبح الاوزان قد ايه؟ العجل بتذبح وزنه قد ايه؟ يعني 450 ل 500. يعني لا بالها لسه. ولا بالها لسه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الحاج يوسف صاحب سوق بنها بيضحي بمناسبه مولد النبي الشريف، اللهم صل على النبي. واللحمه امام حضراتكم اهي يا جماعه. تفاح والصلاة على النبي. الصورة اللي بتتكلم عن نفسها. الصلاة على النبي. 250 بس. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عشان ما حدش يقول لك ومكبرت ان شاء الله 250 شغالين. لحد العيد الكبير 250 جنيه. لحد العيد الكبير 250 جنيه. اه تطمن كلها احنا شغالين زي ما احنا 250 مش هنرفع اللحم. 250. وكل دي عقول يا جماعه صغيره. الصلاة على النبي. ها كل اللي يشوف الملف ده يبدأ يتصلى على النبي. إدارة سوق بنها بتطبع على كل المشاهدين. كوارع رجل 180 جنيه ولا 220؟ الزهرة بكام؟ 180 جنيه رجل. استنى كده بعد اذنك. بكام يا غالي؟ ها؟ بكام؟ بدل 220 180 جنيه بس. 180 جنيه بس. الصلاة على النبي. ايوه يا معبازين. اللهم صل على النبي. ايه يا معبازين. اللهم صل على النبي. ايه يا معبازين. الصلاة على النبي. وبارك كلها. والكبده اللي عندك يا غالي فين؟ الكبده اللي غالي موجوده اهي. وش يا معلم؟ ايه؟ الكبده يا معبازين. الكبده يا كيلو بكام؟ 300 بس يا معبازين. 300 جنيه الكيلو بكام؟ 300 جنيه. الصلاة على النبي. والكوارع بكام؟ 180 رجل. 180 جنيه. الكوارع رجل 180. والعجول دي بلدي ان شاء الله. بلدي يا باشا تتبعها. بلدي. عنوانك يا غالي؟ بنها شارع كلية التجارة. بنها محافظة الأيوبية شارع كلية التجارة يا جماعة. رقم تليفونك؟ 010 6 51 44 8. بالصلاة على النبي. أي حاجة المشاهد عاوزها موجودة يا جماعة. حبيبي أحمد طيب أبو حامد واحد بس. الصلاة على النبي. بالصلاة على النبي.
كل اللي يشوف المال الطائف ده يصلي على النبي، وباذن الله اللحمه هترخص كمان وكمان باذن الله. دي ناس بتقول على غلاوه تاكل عم ابو عظيم، لا بطايه تاكل لحمه، خلاص تاكل لحمه ثاني. اقول لك صل على النبي، صل على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.